السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم مروة صفا تي في. هذا النهار تواصلت مع واحد السيد اللي راه فات مع قناة كبيرة، قناة مربوحة محبوبة عفوا، وتواصلت معاه والحمد لله جاوبني. الله عمرها دار، وبغيت ندير من عنده صالون فاسي وحرت، وبغيتكم تعاونوني وتختاروا معايا التواب كما كت يعني بغيت نشارك معاكم كل شيء. الو بغيت نفرش الصالون تاعي، وبغيت نختار واحد الصالون اللي يعني تاع تولي جوغ، يعني ماشي يعني كما راكم عارفين هنا في اي فرنسا عارفين عندنا، الشكل هذا غادي نخليه هو هو كيهضر وانتم اختاروا معايا عافاكم. ريجي ديالو هذا الدوغي، هذا الاوني ديالو فيه الباج تقريبا. انا ديال الكريسه ديالو تمشي بحال هكا، تخدم ديبارات. عجبني هاد الصالون، هذا جاي سامبل ورومي وفي نفس الوقت لاكام ديالو هي هادي، ما نساوش البصمه ديالنا. كاينه هاد لاكام تاع هادي عاد دخلت جديده، هادي راه فيها الولاد زوين، فيها البلو والله القاسم بيج البنات، توب. يعني وعندنا فيه كل هذا حاجه كولور، هذا كتنسك اختها. هذا تا هو جي ان دوغي، هذا هاد كالي نوفو موديل، كولور يعني فيشيا نوفو كوليكسيون، لا اخر موضه ما كاين في الصالونات المغربيه، وفيهم حتى السامبلات ديالهم، يعني كل حاجه بالسامبل ديالها. كاين عاوتاني هادو وصالون موديرن، الاوني ديالو هو هذا. السلام عليكم، شوف لاباس بخير، تما لا سمحي لي ما صيفطتك التصاورات، راه كنت مشغول ولا هذا. ها انت كاين هذا الشكل هذا اونتي طاش، الحقيقه تا هو كل واحد ستيل رويمي، فيه البيج طوب، فيه البلو، فيه هذا البيج مفتوح حتى هو كذلك، فيه الكري تقريبا، هادو كلهم لي كوردوني ديالهم. وانا نوريك التشكيلات عندي، هذا الشكل هذا عاوتاني كذلك، هذا زوين، فيه السامبل وفيه لي مونتي ديالو. هما هو دوكا يعني مشكلة تاعهم، كاين هاد الشكيل هذا تا هو رويمي وكلاس في نفس الوقت، فيه لي كوردوني ديالو، فيه لي مونتيف ديالو، هو كلاس و تدخلي مع لي زوني ممكن. هذاك غوز بيبي كلهم والله العظيم، إلا كاين هاد السامبل ديال الكونتيطاج، جميع الموديلات اللي عندنا. عافاكم لما تقولوا لي في التعليق نتاعكم. الشكيل هذا حتى هاد الموطر مع هاد الناس كاينين اللي يجيو في السامبل، وهادو كيجيو في لوسي في المخاد. كاين عاوتاني تاع الستيل هكا، والله القسم الا حرت يعني كل شيء اي واحد كاين في الشكيل عاوتاني كذلك. خلاص كاين هادشي ديال الطرز الى اخره، هادو المكروزين، هادو لي موديل ديال لي بروديت الصالونات. كاين الشكيل هادو كلهم شكيلات ديال الطرز، الصالون مع الجزائريين مع المطروز. كاينه مبرا ديال تركيا، هما هاد الستيل ديالهم، مبرا تاع تركيا عجبتني، الخدية ديالها بحال هكا. وكاين هاد الستيل هذا رويمي تا هو كذلك، عجبني هاد ولا هذا لي انفاس. خلاص هذا صالونات ديال الطرز، تاخدي يعني فكرة تاع عليهم. كل نهار نبدل لان صالون، الشكيل هذا يلاه غالب تا هما اونتي طاش، هاد الصفر واعر وراه شفتو مخيط. كذلك هذا كاين تا هو فيه اللوينات، فيه المارون، فيه فيغ بيستاج. الوغ الأثمنة بيني وبينكم مازال ما سولتوش عليها، فيه بحال الآن بوردو، حتى بغيت حتى تختاروا معايا فيغ رويال، بغيت اللي نختاروا هو اللي ندير الثمن ديالو، ولا بغيتو النمرة ديالو نخليها لكم في صندوق الوصف، ما عندي حتى مشكل، ما نقدرش نخلي النمرة ديالو حتى نطلب منه الإذن. تا هما رويميين بالنسبة، إلا بغا نرجع ندير موديفي الفيديو وندير هاكا. كاين عاوتاني هاد الشكيل هدا هاكا، أولا في أول ساعة هدا أونتي طاش، راه كيدير يدير لا ليفغيزون في أنحاء المغرب كاملة، وراه طوب. بغيتو الشوب، بغيتو الماكلة، بغيتو العود، اللي بغيتو كيدير لا ليفغيزون. هذا أنا اللي عجبني، نتمنى تردو عليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.